في حاجه اسمها القرعه الموجهه. طبعا هو اتحاد الكوره نفسه اعترف بيها، لكنه احنا عاملين قرعه موجهه عشان ما واجهش الاهلي والزمالك، ودي خلت كل الانديه تعتبر نفسها او غالبيه الانديه هي كومبارس في الدوري. تخلص انت راجل بتقول لي انا والله عامل كومبارس. دول طبعا انديه كده كومبارس في الدوري، انت بتعمل فريق بالطريق بتبعد الاهلي عن الزمالك وفي النهايه عشان يلتقوا في النهايه، فانت قصه تسويق وكل حاجه. لكن فكره انه طب مش لازم يلتقوا في النهايه تكسبهم، لا طب حضرتك لا انت بتبعد الاهلي عن الزمالك، دي حكم العرف كنا بنتكلم فيها زي كده. لكن انت فكره ان انت كل انت بتقول قرعه موجهه عشان ابعد الاهلي والزمالك، لا فانت كل الهدف من ان انت توصل النهائي، اي بعد كده بقى فريق يفكر براحته بقى يا استاذ محمد. انا النهارده والله خلاص انا مصلحه الاتحاد الكوره عشان البطوله تنجح الاهلي والزمالك، فاحنا مجرد كومبارس، ايه دورنا؟ وده اللي حصل من النادي الاسماعيلي. راجل قال لك انا ايه بالنسبه لي اللي ندخل اعمل ايه؟ الراجل قال لك دي مش موجهه. لا اتحاد الكوره قال موجهه. لا ولا اتحاد الكوره قال لك موجهه، والحاج عامر حسين قال لك، وفي اخر المؤتمر هبين ليه انها القرعه موجهه. ما انا هقول لحضرتك وبعد كده ما قالش حاجه. قال هناك فرق بين التوجيه والتصنيف. بس كده يعني قال هناك إيه فارق؟ ما انا اقول لك تصنيف ايه؟ من امتى اعلن التصنيف ده وعلى اي اساس؟ فرصه ابقى الطرف الثاني. انت وان واي. طب انت اللي قايل ان انا هقعد اسمع بس، ما انت اللي عشمتنا في بدايه الحلقه، انت قلت ان انا هسمع بس على طبعا. انا صدقت. طيب دلوقتي الراجل قال لك اولا انا ما عملتش بدعه، ده الكلام ده بقاله 15 20 سنه، دي نمره واحد. يعني انا ما غيرتش حاجه السنه دي عشان الانديه تصور. اذا كان الانديه لها انطباع ان الطريقه غلط، ما قالتش ليه؟ ما شغالين احنا والاسماعيلي طول عمره بيشارك في الكاس مثلا، يعني او اي نادي مش بس الاسماعيلي، دي نمره واحد. نمره اتنين قال لك ده مش موجهه، ده تصنيف. بمعنى ايه؟ احنا بنشوف اخر ترتيب دايما في الدوري لما نيجي نعمل الكاس، إيه الاول والتاني بيتحطوا قصاد بعض، تالت ورابع، خامس وسادس، سابع وتاني، وهكذا. وده مثال قال ان المره الوحيده اخر 15 سنه اتقابل فيها الاهلي والزمالك في غير المباراه النهائيه كان في موسم 2009 2010، والموسم ده كان الزمالك مفنش يا استاذ احمد سادس الدوري، وبالتالي في الكاس لما اتعملت القرعه ما كانش محطوط قصاد الاهلي اول وتاني، وبالتالي قابل الاهلي في دور ال 16 والاهلي كسب المباراه دي. طيب ادي كلام الكابتن عامر، كلام لوجيك. طب انا اقول لك حاجه دلوقتي، انت بتتكلم، انا قلت حضرتك بحكم العاده الاهلي والزمالك ما فيش تصنيف، التصنيف ده تقال بقى ردا على فكره يعني كلام الانديه، ما كانش فكره الاول ان الامور لها تقييم زي كده. انت دلوقتي بتعمل مسابقه، اي دوله طب يا جماعه هتقولي ترتيب الدوري بتاع السنه اللي فاتت وبعتولي على الواتس، اي دوله في العالم بعد السنه اللي فاتت وكل حد بعتولي على الواتس اللينك بتاعه بالذات في بطوله الدوري. بطوله الدوري دي الناس كلها بتقول او مسابقه الكاس بتبقى ايه يعني، ايه بطوله المفاجات، فانت دايما بتبقى في امل ان انت زي كده، ليه ما تكونش فرصه انه في نادي يظهر ياخد بطوله يبقى في نادي زي كده؟ طب انت 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 انا بتكلم بقى من وجهه نظر الانديه. انا خلاص انا دوري كومبارس، انا دور النهارده جاي ما تكسب دور جاي في الطريق ان انا بص طب ما تكسب الاهلي والزمالك هيكسب هو انت خلاص انت انا عندي قناعه هو الاسماعيلي ما عرفش يكسب الزمالك انا عندي انا عندي قناعه انا بتكلم من الانديه انا عندي قناعه ان انا الاتحاد الكوره مش عاوزني، المعلنين ما عنديش، بالتالي التحكيم مش هيبقى في صفي، فانا خلاص انا ماليش دور. رغم ان انا خلي بالك اقول لك في معلومه، الاسماعيلي بيدرس التراجع عن الانسحاب والارتضاء بالامر الواقع، رغم ان هو كان فيه امبارح اكتر من نادي لمح بكده، بس وهي الرابطه ليها دور في الموضوع، واضح ان الناس الدنيا اتلم الرابطه ليها دور في الموضوع. لا هو الرابطه ما اتكلمش مع الاسماعيلي انه الكذا الاسماعيلي حاطط الرابطه في البيان. لا استنى بس، ما هو على اساس ان هو بيدير مسابقه الدوري ولها تواجد معاه، لان هو كان فيه برضه شكاوى من ما هو ماشي من بس الرابطه مالها. انا بقول لحضرتك اللي هي لجنه ولا عشان عامل حساب مشترك ما بين جايز عشان العاملين، بس انا عاوز اقول لك حاجه، هو رابطه الانديه تدخلت مع المحل، لان هو العباسي اللي هو كان طبعا بعد البيان في البيان بتاع المحل البيان السائر، فهم كلموا الاستاذ احمد رئيس اللجنه بيحاول ايه، لانه خلي بالك برضك ضغوط شديده وهجوم احمد دياب في رئيس الرابطه طبعا هجوم من هنا. طب وعمل ايه؟ تدخل عمل ايه يعني؟ ايه تدخل عمل ايه يعني؟ كلمه قال له طب هد الدنيا واحنا مالناش دعوه، ده والله ده الحكم السبب، الحكم الوحش النوتي ده مش هيخليه يحكم لكم تاني. فخلاص هو تراجع بقى عن البيان بعد لا هو كلمه، هو لسه مسافر بره، فالراجل قال له بعد ما نرجع هنقعد مع بعض. مين اللي مسافر؟ اللي هو دياب؟ لا العباسي، هو مسافر خارج. العباسي وعصام دياب كان معايا النهارده في لا العباسي في البرلمان. استاذ خضري انت مع الفكره دي انه القرعه موجهه؟ طب احنا لازم نفرق الاول الاعتراض على حاجتين. يعني الاعتراض ان موجهه لصالح الاهلي والزمالك، وفي اعتراض تاني ان هي مطبوخه، ان في مجموعه اصعب من مجموعه اللي هي مجموعه الاهلي دي اللي هي كفر الشيخ ومش عارف الكلام ده، اسهل بكتير من مجموعه الزمالك. الاعتراض التاني ده طبعا انا مش مقتنع بيه تماما،
يعني مفيش حاجه اسمها ان انت هتجيب فرق معينه هنا وهنا وهنا وتجيب فرق معينه تحطها الناحيه دي برضه. دي قصه خياليه عشان القرعه بتتعمل قدام الناس كلها ومندوب الانديه. يبقى الاعتراض اللي هو اللي قلب الدنيا خالص اللي محدش مركز فيه اللي هو ان مجموعه صعبه ومجموعه سهله جدا. نيجي تاني للتصنيف. طبيعي طبعا لازم يبقى فيه بتصنف هنا. انت تدريب الدوري السنه فاتت ايه؟ زمالك، اهلي، بيراميدز، سموحه. اتحط اول واول وتاني وتالت ورابع وبعد كده القرعه اتعملت. طب احنا اما في كاس الامم او يعني احنا كنا عايزين نطلع سادس ليه؟ التاهيل لكاس العالم دلوقتي بقى خامس. ليه؟ عشان نقابل الاقل. ليه؟ عشان في تصنيف. طب انت بتيجي تعمل قرعه دوري ابطال افريقيا بيبقى في تصنيف ان الانديه الكبيره ما تاكلش في بعضيها. دي حاجه يعني دي حاجه عرف عرف في كوره ما فيهوش فصال. انت يا فندم عايز تطلع اطلع تاني اطلع تاني. ما طلعتش تاني في الدوري ليه؟ ما طلعتش اول ما طلعتش تالت ليه؟ حد جه جنبك في الدوري؟ لا. في الكاس يا سيدي يعني التصنيف يا استاذ احمد هو الابعد. المصري والاسماعيلي وكله عند ضياع يعني فريق الاهلي ولا التوجيه؟ لا مفيش توجيه. توجيه يعني التصنيف هو اللي ابعد ده كله الفرق دي عن وجهه يا فندم في سكه الاهلي. يا تصنيف ان انت بتحط اول ومع وتاني وتالت ورابع ده اللي هي موجهه فيها. لكن الباقي انت بتسحب كده وتحط. لكن انا لما اقول ان انا ساحب وحاطط دي النحياد وحاطط طب انا هطلب من الاعدادي يبعت لي برده دور ال16 بتاع الكاس القديم ماتشاته كانت ايه يعني ليه هقول لك ليه بقول لك ليه الجدول بتاع السنه اللي فاتت مثلا الزمالك بطل بالاهلي تاني سموحه تال بيراميدز تالت سموحه الرابع بالظبط. فبيراميدز دخل في اتجاه الاهلي فكمل ملغى الدور الثمانيه اهو التاني وتالت. سموحه كان في اتجاه الزمالك على فكره بس خرج. وبعدين بتقسم مصري انبي اتحاد طلائع مقاولين سيراميكا وهكذا. ده جدول السنه اللي فاتت فتقسم كده. اللي خرج يعني لو حد خرج من دور ال 32 زي ما حصل مثلا مع فاركو مع فيوتشر صعد كفر الشيخ وصعد السويس اللي خرج بيخش مكانه في التصنيف النادي اللي خرجه. فيمكن احساس ان الاهلي في طريقه كفر الشيخ وفي طريقه هو ده اللي عمل السويس. يعني لو كان فاركو ما خرجش وفيوتشر ما خرجش مع اللي موجودين في في, في مجموعه الاهلي زي سموحه وغيره. انت دلوقتي الانديه داخله الاجتماع فكره ان انت التصنيف بتفاجئنا النهارده. هو فين اللوائح؟ فاجئنا زياده بقى لنا 20 سنه بتشتغل بالطريقه دي. لا احنا بتحكي على انت بتحكي بحكم العرف. لكن فكره التصنيف وان انت بتحكي على تصنيف لا دي مش موجوده. يعني ولو كان في بعض الانديه المفروض ان هو بيحصل انا كنت اخر في اتحاد الكوره حاجه صح نقول بقى ايه يعني لا 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 بالعكس والله لا انا معاها تماما والله ما صح.